فكرة برشد حدا مهتم يسجل الموضوع هذا. هي اعمل شير سكرين ون اكتر اذا ممكن بس الريكورد. هل جيت لسه دعست الريكورد؟ والله لو ذكرنا كان من قبل لعله خير. بدي اعمل شير سكرين، ليش ما طلعش؟ ما حاجة، هي طلع. وبدي اروح على لحظة شوية، يبدو اني مش مشغلها البيرت. وين شغل البيرت؟ ثواني. ثواني، وين لاقي البيرت في ال MLP؟ اوكي، MLP papers هاي بيرت. اوكي طيب، هل جيت نروح نعمل شير وهي بيرت؟ لا ما انا هلقيت. نعم، هذه ورقة البيرت، بتذكروها كلكم بالضبط. فهنا الداتا اللي بده يدخلها، كانت مرتبطة فقط ب 500، يعني الحد الأقصى لها 512 توكن. لكن الموديل الجديد اللي نزلته جوجل، برضه هي نزلته والباحثين فيها نزلوه، بياخذ 4096 وممكن أكثر من ذلك كمان ياخذ. ويمكن في بعض التعديلات الطفيفة، أنا قرأت يعني مقالة عنها، ممكن أبعت لكم بعد المحاضرة الرابط تبعها، مقالة بسيطة على الويب يعني بتحكي عن النقطة هذه وبعض التعديلات الخفيفة. القصد إحنا يعني يا دوب نلحق التكنولوجيا، التكنولوجيا بتتطور بسرعة كبيرة جدا، وجوجل نفسها يعني متحمسة للموضوع زي ما انتم شايفين، يعني داخلة بقوة على موضوع الـ NLP والتكست مايننج، ولأن وجدت أنه حسن كل البرودكتس السابقة، الابليكيشنز السابقة، عمل عليها تحسين في الاكيوريسي وفي النتائج بتاعتها. فإحنا خلينا الآن مش هنفوت على الموديل الجديد، أنا ما أقول بلاش، يعني ممكن بس تشوفوا البيبر أو تشوفوا هذا المرجع، بدناش نفوت عليه ولا نجرب حاجة عليه، بدناش نشتت نفسنا كثير. خلينا الآن على البيرت إحنا شغالين، ونطلع نتائج عليه وممكن ننشر عليه، ما زال الناس بتنشر عادي يعني اعتمادا على البيرت. وفي المستقبل اللي بيظل مهتم في الموضوع وبده يتبعه مثلا في رسالة ماجستير في أي حاجة، ممكن بعد هيك يهتم بالموديل الجديد. إيش لكم تساؤلات مثلا أخرى حول المساق بشكل عام أو حول المحاضرات اللي شرحناها؟ إيش بتحبوا؟ دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. كنت بدي أسأل عن البروجكت، في موعد محدد لتسليمه أو البيبر؟ والله أنا لسه ما نزلتوش، يعني لما نزل الأسايمنت بحدد، لكن في الغالب حيكون يعني قبل نهاية الفصل بأسبوع فقط، يعني لأنه بدنا ناخذ وقتنا فيه ونظبطه على الآخر. أها تمام. يعني تسليمه متوازي، يعني البروجكت مع البيبر تقريبا هي حاجه واحده، يعني حنسلم البروجكت ونقول هيو جهز وشغال معانا 100% كبرنامج، بعده باسبوع بدنا نسلم البيبر على طول. لكن انا يعني عفوا لحالكم هيك سايحين، انا حاعمل لكم جدول لما نزل البروجكت. تمام. جدول اسبوعي، في الاسبوع الاول مثلا حننزل الفكره والتولز اللي لازمه وكذا وكذا، الاسبوع الثاني حننزل مثلا الريليتد ووركس والبيبر اللي حتعتمد عليها، كويس؟ الاسبوع اللي بعده مثلا حننزل الفيرجن الاولى من الاكسبيرمنت او زي سيدو كود او حاجه عشان تبدا تعمل، وهكذا بحط لكم اياها على كم اسبوع بحيث تلاقوا نفسكم في الاخر انه الامر جهز معاكم شوي شوي تدريجيا. الدكتور بالنسبه ل يعني عشان احنا نعمل برضه عشان مشاريع وكذا عندنا يعني في برا الجامعه، ممكن نعرف مثلا يعني يوم معين مثلا في شهر 12 او في واحد بكون نهايته، يعني بكون ما فيش اي التزامات لنا في الفصل الاول في الجامعه، يعني مثلا بتخلص الامتحان النهائي وتسليم المشروع، يعني ممكن مثلا نعرف خلال يعني اعرف خلال الاسبوع مثلا في يعني مش بعد مش اكثر من 5/1 مثلا بكون منتهي الفصل او شيء زي هيك. هو في الجامعة في صفحة الشؤون الأكاديمية، لو فتت على صفحة العمادات في موقع الجامعة، عمادة أو مش عمادة عفوا الشؤون الأكاديمية، حتلاقي بسموه إيش زي التقويم الأكاديمي، حاجة بسموها التقويم الأكاديمي. في التقويم الأكاديمي مكتوب متى بداية الامتحانات، نهاية الامتحانات، نهاية تسليم الدرجات، يعني بالتفصيل بيكون مكتوب.
شكرا كثير. بس هو عموما زي ما انت قلت حوالي 5-1 لازم نكون، يعني احنا شطبنا كل شيء. يعطيك العافية يا دكتور. تفضل يا عزيز. وعليكم السلام. انا اتفقت معي متاخر شوي بس بشوفكم بتحكوا عن بروجكت، ايش فكره البروجكت او ايش هو؟ كلنا بس على السريع تحكي لي عنه شوي. البروجكت موحد للجميع ولا كيف؟ ما فهمتش. لا مش موحد. انا حكيت سابقا مره ناقشناها في المحاضره، قلت كل اثنين في بروجكت، انا بفضل يعني بفضل كل اثنين في بروجكت، لكن يجوز شخص واحد، ثلاثه لا ما بدناش. هو نفس البروجكت تبع البيبر هو نفسه ولا غيره؟ هو نفسه. انا فكرت في شيء ثاني، بروجكت ثاني غير تبع البيبر. لا لا هو نفسه، بحيث احنا حنحدد موضوع. مثلا واحد يقول انا بدي في السنتمنت اناليسز، واحد بيقول والله بدي في تلخيص التكست، يعني بتعرف في ابلكيشن اللي هو انا بكون عندي تكست كبير جدا او كتاب وبدي الخصه، بدل ما تلخصه يعني انسان يقرا ويلخصه، انت ممكن تعمل البرنامج تبعك في الان ال بي كابلكيشن يمر على الكتاب وروح ملخص الكتاب مثلا ابو 1000 صفحه في 10 صفحات، تمام؟ هذا ابلكيشن، نشوف جوده التلخيص تبعه كيف لخصه. اللهم صل محمد. هذا مثلا ممكن واحد ياخذ هذا الابلكيشن، فكل واحد ممكن ياخذ ابلكيشن معين ويطبق عليه البيبر تاعته، البروجكت وبيبر يعني لان فيها برمجه. ممكن لو واحد يعني بده يفوت بشيء اقوى يفوت في اللانجوج مودلز، في اللانجوج مودلز بدها تعب اكثر، ويعني يفترض يجيب افكار ايش بده يحسن على اللانجوج مودلز مثلا، انه هذا اللانجوج موديل والله في نقص مثلا او في عيب في الشغله الفلانيه، احنا ممكن نزودها. طب نجرب ناخذ فكره من لانجوج موديل اخر نحطها في هذا اللانجوج موديل وكيف حيشتغل مثلا، افكار زي هيك يعني اكسبيرمنتس ونشوف النتائج. تمام. هذا بيكون اقوى حقيقه الشغل. تمام ان شاء الله. دكتور يعني بتأيد ان نركز في البروجكت والبيبر اكثر مثلا ما ندرس في الماده للامتحان النهائي وشيء زي هيك؟ لا لا كله لازم. انا بقصد انه التركيز اكثر يعني يكون نعم انا بفضل التركيز على البيبرز لانه انتم يعني ما دام فتوا ماجستير شغلكم ريسيرش اكثر يعني بكون. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا ممكن الشباتر يعني ايش اقول لك، مش كلها تدخل في الامتحان، يعني انا بسرب لكم السر من هالقيد. ممكن نتفق على وضع بعض الشباتر في الامتحان، بلاش نشتتكم كثير. مثلا نقول احنا بدينا من اثنين، صحيح؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة فرضا، يعني هي أربع شباتر، نقول هي الشباتر اللي داخلة في الامتحان. اللي بنشرحه بعد هيك بكون يعني للمعرفة يفيدنا في البيبرز في البروجكتس في كذا. لكن مثلا حتى ما نشتتكوش انتوا تحضروا كثير شباتر، يعني كم طويل كم كبير من الكتاب، بنخلي الامتحان محصور في 4 أو 5 شباتر. لكن الامتحان يا دكتور اونلاين يعني ولا بيبر بيس؟ يعني نروح الجامعه ونقدم؟ الخيار الثاني، الجامعه قالت انه الامتحانات في الجامعه حتكون. نعم. اذا انتم حابين بس في خيار عندنا صراحه كالتالي، اذا انتم حابين ان شاء الله العماده ما تعترضش عليه. ممكن الامتحان، انا قاعد بفكر يعني بحكي معكم، مش مخطط لهذا كثير. اوبن بوك مثلا، نجيب اللابتوب مثلا اوبن بوك يكون مثلا، ممكن في اذا بيبر بيس يعني. لا لا بلاش النظام هذا. بلاش الاوبن بوك. لا لا انا كنت اقول حاجه ثانيه، انه ممكن الامتحان اتفضل نعمله شفهي شفهي، كل شخص يعني احدد له نص ساعه مثلا، تمام؟ هذا كويس. هذا دكتور ربع ساعة يعني قديش أنا بستطيع، كل شخص أحدد له وقت وأفتح الخط مع الشخص هذا وأسأله ويتصفح الكتاب، كيف فهمت هذه الشغلة؟ كيف هذا ممكن تحلها؟ كيف هذا ممكن تسويها؟ شفته كيف؟ يعني أشوف قديش هو استوعب هالأربع شباب اللي حبنا نقول هم فيهم الامتحان، وأحط له درجة حسب هذا النقاش الشفهي اللي بينه وبينه، كويس؟ فهمتوا كيف؟ هذا خيار للامتحان برضه. كويس هذا الخيار يا دكتور. فكرة حلوة دكتور، يعني كويس إن شاء الله. منيح دكتور. عجبتكم؟ منيح. هذا امتحاناتنا وإحنا طلاب كانت هيك، يعني درست في الاتحاد السوفيتي كانت الامتحانات شفهية، بتيجي تقعد جنب الدكتور وهو بيبدأ يسألك ويناقش فيك وكذا وكذا زي هيك.
أوكي، اللهم صل على محمد. إذا الامتحان لسه ما حسمتوش، آخر نتناقش إحنا وياكم بنشوف إيش الأفضل يعني. لكن أنا ممكن بقول اهتمامنا في البروجكت في البيبر هو الثقل، والدرجات بتوضح هذا الشيء. إحنا حطينا يمكن 70 درجة، نشوف السيلابوس وين السيلابوس، حطينا يمكن 70 درجة على شو اسمه، مظبوط. هاي بدي ارجع خطوه ونشوف السيلابوس. اللهم صل على سيدنا محمد. سلايدز لا ان ال بي، هاي السيلابوس ان ال بي سيلابوس. نقدر نعمل له شير هالكيف، ستوب شير، هذا نعمل شير سكرين، يبدو هذا هو. ايش هذا طلع؟ مش هو، لا شير سكرين هذا هو، ظهر عندكم تمام؟ فشايف ان الاساينمنت 20 درجه، الفاينل اكزام 30 درجه، فاينل اكزام 30. اوكي بضل عندي 50، اذا البيبرز 20 والبروجكت 30. يعني اذا حابين ممكن ناخذ كمان 10 من هنا ومن هنا، بناخذ كمان 10 وبنحطها في البروجكت بحيث احنا نعطي قوه اكبر للبروجكت ونطلع منه حاجه كويسه ان شاء الله. ممكن نخلي الفاينل 20 والبروجكت 30، البيبر 30. الكل هيك؟ انا مع المهندس عزيز. صحيح الكل بايد؟ طبعا فكره منيحه. كويس دكتور، كويس الفاينل 20 والبيبر 30. والبيبر 30 ايوه، صار 30 بيبر و30 بروجكت، يعني ثقل المساق هو في البيبر والبروجكت، وهم كتلة واحدة زي ما فهمنا، هم كتلة واحدة بروجكت، بس حنستل منه يعني الفورمولا الكتابة، حنطلع في الكتابة بيبر احنا. تمام؟ يبدو ممكن نعمل سيف وكل شيء، عملنا سيف، اوكي. ان شاء الله. ما فيش عندكم أسئلة في الشباتر السابقة؟ في سمعتوا المحاضرتين اللي رفعتهم اليوم؟ ما لحقتوش تسمعوهم يمكن. والله لسه يا دكتور، مش لا والله دكتور ما لا لسه يا دكتور، دفنا روحنا من الدوام. الله يعطيك العافية. أنا رفعتهم بدري، هم معادهم في الليل بس أنا رفعتهم بدري اليوم. مش مشكلة إن شاء الله اليوم نحضرهم. موضوعين صغار إن شاء الله بتحضرهم. طيب إذا عندكم أي تساؤلات أخرى أنا جاهز بخصوص البيبر المساق. متى بتحبوا انزل لكم مواضيع البروجكت؟ تحبوا مبكرا ننزلهم تبدوا تفكروا فيهم؟ افضل يا دكتور. لانه كل اعطينا اقتراحات من الاسبوع الجاي دكتور. ننزلهم الاسبوع الجاي؟ انا شايف كثير مناسب، يعني بكون وصلنا لمنتصف الفصل او الا شوي يعني. زي دكتور جاهزين عندك من هلا احسن، يعني لو جاهزين عندك يعني نستغل الوقت افضل من اليوم. هم شبه جاهزين يعني، بدهم قاعدة هيك بجهزهم 100% وبرفعهم. خلص يعني نقول من هلا الأسبوع الجاي بكون رفعتهم إن شاء الله، ولو أنا نسيت ذكروني، بحيث الأسبوع الجاي يكونوا مرفوعين بإذن الله. وبكون معكم لآخر شهر 12 يعني تسلموا، ومش مباشرة، بعد أسبوع من ممكن بنزل لكم الجدول الأسبوعي، إنه كل أسبوع إيش الخطوة أو إيش نسميه المايلستون تبعنا، يعني في ديليفرابل كل أسبوع. كل اسبوع حتسلموا حاجه وفي مايلستون، شويه شويه حيتراكم الشغل وتلاقوا انه البيبر جهزت معاكم والبروجكت ان شاء الله. كثير كويس دكتور. ان شاء الله رب العالمين. اوكي كويس، انا فيش عندي اضافات يعني، اذا انتم فيش عندكم حاجه بعرفش اسالوا اذا في اسئله. طب شابتر 3 الانتروبي والحاجات هذه فيش تساؤلات عليها ولا شيء؟ دكتور القوانين اللي حضرتك شرحتها من السلايد مش من الكتاب، حتى شوية يعني مختلفين عن الكتاب، مش عارفة يعني هل هم بس فهم ولا حفظ؟ فهم كثير القوانين، كثير هي ومش كلها في الكتاب. طلع أنا مش موجودة في الكتاب، بس في اختلاف بسيط في الرموز. أنا لاحظت
الرموز اللي في الكتاب عملت ambiguity يعني صار في خربطة شوية، لكن في لقيتها في السلايدات هي أوضح الرموز فاستخدمت اللي في السلايدات. ممكن أنتم تعتمدوا على اللي في السلايدات، هذا الشابتر أو هذه المحاضرة بالتحديد اللي أنا أخذتها من السلايدات ممكن تعتمدوا على السلايدات فيها. يعني هي فهم القوانين؟ فهم فهم أكيد كل القوانين فهم، فش داعي نحفظ إلا مثلا في أشياء يعني سيمبل على آخر ويعني أساسية جدا. الاحتمالات أشياء أساسية جدا لازم نكون زي تبع بيز في محاضرة اليوم، في تبع بيز هذا القاعدة بتاعته بيز رول اسمها، بيز رول كيف أجيب البروبابيليتي ل X given Y بعدين بقلبها بتصير Y given X وأضربها في الكذا، هذه يعني هم لازم تكون عارفينها أساسية بتكون. طب السلايدز نزلت محاضرتين اللي شرحتهم؟ نزلت المحاضرات، انا الشرح بشرح من الكتاب ما عدا مره واحده اعتمدت على السلايدات وكان واضح في الفيديو. خلاص يعني قطع الفيديو. مين سالني مره قال لي نزل النوتس؟ جهاد معانا؟ جهاد جهاد مش معانا. المهندس جهاد مره طلب مني انزل النوتس بس انا بعتمد على الكتاب فيش نوتس. إذا أنتم معنيين بالنسخة قصدكم اللي أنا بعلم عليها بالأصفر وبالأخضر وبالأحمر، إذا أنتم معنيين فيها معلمة برفع لكم يا معلمة، ما عنديش مانع. لا لا أقصد بس السلايد اللي شرحت منها القوانين بس. يعني إذا بتفتح صفحة المساق، في صفحة للمساق ولا ما رفعتهاش لكم؟ في صفحة من جامعة ستانفورد، يعني صفحة المساق في جامعة ستانفورد محطوط كل شابتر والسلايدات تبعته بي دي اف وباوربوينت، برفع لكم اياها اليوم ان شاء الله. محطوطه في الصفحه للكتاب يا دكتور. مش فاهم محمد ايش؟ ما مذكور الموقع نفسه محطوط في الكتاب يعني اللي في الكتاب موجود. صفحه صفحتين الا ما تاخرت. برفعه زياده ان شاء الله، برفعه يا ريم، برفع موقع جامعه ستانفورد. وبرفع لكم اذا المشاريع، اسماء المشاريع وايش طلبتوا، ايش طلبتوا كمان بتاع ستانفورد واسماء المشاريع، واذا بدكم الكتاب المعلم ما عنديش مانع برفع لكم الكتاب المعلم كمان بكون افضل برفعه ان شاء الله، بس لان انا بعلم باول باول يعني فبعد فتره هتحتاج النسخه مجدده، بعملها ابديت لكم ان شاء الله. تمام تمام. الهوم ورك رايت بروجرامز مره ثانيه، الهوم ورك رايت بروجرام ايش ماله؟ نستخدم اي بروجرام معين ولا نضلنا على البايثون؟ لا انا بفضل بايثون انا لانه اسهل لي على البايثون. ونستخدم داتا ست يعني احنا نجيبها كاتب هو اي كوربورا بدكم اياها انتم تستخدموها، مش شرط تكون كبيره يعني جيبوا واحده صغيره على اساس يبين الشغل ونتائجه ان شاء الله. اي نص ان شاء الله. دكتور بس عشان انا هتحرك من الشغل، هذا هذه مسجله ولا احنا سجلنا من لحظه ما تذكرنا يمكن اخر نص ساعه او كذا مسجل اللي مسجل حنرفعه اليوم برفعه ان شاء الله. خلاص ممتاز كثير، انا حاضر يا دكتور هلقيت. خذ راحتك الساير، واحنا تقريبا خلصنا. او في اسئله يا جماعه اسالوا اذا حدا عنده اي استفسار. انتوا شايفين معايا هذه صفحتنا على الموديل، صفحتنا على الموديل نزلت لكم اثنين فيديوهات اليوم، هي هون في السنتمنت كلاسيفيكيشن والنايف بيز، هذا الاساينمنت تاع اليوم نزلته، هذا مدته اسبوع خلي بالكم، اسبوع واحد فقط لازم تكونوا رفعتوا البرنامج ان شاء الله، ترفعوه زي ما بدكم على الموديل او على شو اسمه ايش اسمه هذاك المستخدم؟ جيت هاب. ايش كمان؟ هي هذا الموقع حاعمل لكم اياه انا ايش؟ سين، انا عامله ان سين حتى الان. من هان. هذا ايش اللي حكيت عنه اللي هو ستانفورد؟ هذا مش ستانفورد عفوا لا. هذا مثال للبيرت، مثال للبيرت. هذا مثال على البيرت، عليك نور، هذا مثال للبيرت. هي عملته شو؟ فايش صار؟
خلاص سامعني؟ سامعين دكتور. لا هو بيقول لي باقي 10 دقائق بسيط، خلص احنا قربنا نخلص. هاي عملته شو، فإن صار يظهر وين المثال راح. هاي بيرت امبلمنتيشن اكزامبل ومع الكود، وبتلاقوا الداتا سيت وكل حاجه، مثال حلو جدا يعني. تفرجوا عليه، ضروري تفهموه كويس يا شباب، ولانه حتطبقوا زيه انت يعني. اللي بده يستخدم بيرت حيستفيد منه كويس كيف يستخدم بيرت في شغله ان شاء الله. اعتبروه كانه اسايمنت يعني. تمام، بديش اطول عليكم زياده ما دام في شيء اسئله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك دكتور، مشكور. الله يعافيك. العفو. السلام عليكم.